مشكلة غامضة نفسيا نفسنا فالحوسة سوسة لمضة كبسة على قلبنا أكيلة أكيلة غامضة نفسيا نفسنا فالحوسة سوسة لمضة كبسة على قلبنا من برا غلا غلا من جوا يا لم الله من برا غلا 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 من جوا يا لم الله عملنا فيها منظر وهي فلة من برا غلا 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 من جوا يا لم الله الله عملنا فيها منظر وهي فلة أكيلة غامضة الشارع لما يعدوا قصاد بالليتها ديكتاتوريتها وصوتها العالي الناس بيخافوا في الشارع لما يعدوا قصاد بالليتها وعيني عيني عيني على جوزها يوم اسود لو نرفضها عيني 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 على جوزها يوم اسود الحوسة سوسة لمضة كبسة على قلبنا بخيلة غامضة أنا مش مصدق نفسي إنك وافقت يا زينب بس ما كنتيش لبست الفستان اللي أنا جبتهولك السنة الجاية هلبسهولك تعيشي تعيشي ونحتفل كل سنه بعيد جوازنا عارف يا زينب انا حاسس ان انا اتجوزتك النهارده من اول وجديد طب ايدك بقى على المهر والشبكه يلا برضو يلا يلا مش بعصر انا عليا ليك ده انت احلى شبكه شبكتها في حياتي تفتكر المطعم اللي احنا رايحينه ده هنلاقيه زي ما هو كده وهو في حاجه بتفضل زي ما هي يا زينب زمانه دلوقتي فندق 5 ستارز ولا 7 ستارز او مجمع للسينمات هم لو كانوا يعرفوا ان المطعم ده شاهد قصة حبنا كان زمانهم حولوه لمتحف للحب والغرام وهم يلاقوا اتحف مننا فين اتحف طلع ست هانم اتفضل فين يا ابني المكان اللي حضرتك قلت لي عليه اخرس اخرس قطع لسانك يا محروس بقى المكان الحقير ده هو المكان اللي شاهد بنات حبنا انا وزينب ايه ده مش عاجبك الديكور ولا ايه يا فؤاد والله حلو الله بتاع البطاطا يا فؤاد بتاع البطاطا انا معلمه بتاع البطاطا بتكلمك جد يا زينب بتاع البطاطا بقول لك ايه يا محروس هي الخرابه دي ما لهاش سكيورتي نساله وعلى ايه ما نسال بتاع البطاطا والله فكره نسال بتاع البطاطا تعالى يا زينب البطاطا السخنه ازيك يا راجل يا طيب فاكرني يا سالم اما حتى انت لسه عايش لسه عايش يا سالم بس المطعم مات من زمان وايه اللي حصل يا عم حتات احكي لنا الله يسترك من 3 سنين قامت حريقه كبيره قوي
المطعم ولي وعلي أعوذ بالله بكل اللي فيه. الله، وانت كنت فين يا عم عتاتة؟ كنت واقف اشوي البطاطا. ده انت ما صدقت بقى يا عم عتاتة، نار وشبعت فيها شوي زي العسل. امسك يا راجل طيب، امسك 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 يا راجل طيب، يلا حلال عليك. امسك انت بس، امسك انت. ايه ده؟ خد خد يا راجل يا طيب، يلا ربنا يكرمك يا سالم. يا زينة طيب، خدي وهدي. ربنا ما يحرمنا من ذوق سعادتك. اتفضل. ربنا يخليك يا رب. ربنا يديك الصحه يا عم حاتم. الله يخليك. امسك، احنا مالناش في البطاطا يا بيدي زي العسل. بقول لك يا زينة، تعالى تعالى. مع الف سلامة. الله يسلمك. مش خرابة بس حلوة. يلا بينا نقوم بقى. نقوم نقوم. ده ايه دي؟ احلى قعدة قعدتها في حياتي يا زينب. زينب، نعم. الحجر اللي احنا قاعدين عليه ده بيفكرك بيه؟ هيفكرني بيه؟ ان انا عايز اروح. لا بجد. عارفة الحجر ده نفس مكان الترابيزة اللي احنا اتقابلنا عليها اول مرة جينا فيها للمطعم. يا رايق. فاكرة فاكرة زينب اما كنت بقف استناكي عند كوم الزباله اللي هناك ده؟ وانا كنت بستخبى منك عند مقلب الزباله اللي جنبه. مقلب الزباله اللي جنبه بيفكرك بيه؟ بحياتنا الزوجيه. نعم. انت خدت مقلب فيا صح؟ لا لا، ده كان اجمل مقلب خدته في حياتي يا حبيبه عمري. بتحبني يا فؤاد؟ لا 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 لا، بحب الكلمه صغيره قوي 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 على اللي انت عملتيه معايا يا زينب. انا عمري ما هنسى وقفتك جنبي. ايه الكلام الحلو ده؟ انا هجيبك كل يوم هنا في الخراب. عشان نقول كلام حلو. ياه يا زينب، اول مره تحط ايدك على كتفي من سنين. لا لا، ما يصحش، احنا في الشارع. شيل ايدك. ايه الناس تقول ايه؟ شيل ايه؟ شيل ايدك. انه ايد اللي اشيلها وانه ايد احطها. يلا يا اخوان انت وهي. كلكم بتقولوا كده في الاول. نقول ايه بس حضرتك؟ انا فؤاد ابو العزايم، راجل اعمال كبير. اتفضل. وانا اكبر منه. اعمال؟ هو في اعمال اكبر من اللي انا شفتها؟ شيشه وخرابه والجو ده. لا اهدى يا حضرة الظابط. نركب فين بس؟ احنا ما عملناش حاجه غلط، احنا كنا بنحتفل بعيد جوازنا. هنحتفل مع بعض في الاسم. خلاص احتفلوا مع بعض بقى. باي باي. طب ممكن اجي معاك؟ اتفضلي انت يا زينب. هتوحشني يا فؤاد. لا مش هيلحق يوحشك، انت كمان جايه معانا. نزيله بالشلقاني هترمي في الحجز مع مدفوع الاداب. وانا فؤاد ابو العزايم اتحط في مكان واحد وسط النشالين والشبابين. انت السبب. لازم يعني نحتفل بعيد جوازنا. عيد جوازنا في خرابه. انا كنت اعرف منين بس يا زينب ان المطعم اللي شهد بدايه حبنا بقى خرابه، والخرابه بقت وكر، وان الوكر ده استغفر الله العظيم يا رب. يا سلام، بتتكلم لجوه ليه؟ ما اتفضحنا واللي كان كان. لا ولا اتفضحنا ولا حاجة، احنا نكمل الاحتفال اللي بدأناه في الخرابة هنا في بيتنا حبيبنا. بقولك ايه، احتفلنا في الاسم خلاص. وهو ده برضو كان احتفال يا زينب. زينب. نعم. الاحمر عليك يجنن يجنن، وانت عارفة نقطة ضعف الاحمر. انا عايزه انام، ماليش دعوه بنقطه ضعفك. تنامي ده ايه؟ البس البيجامه اللي في ايدك دي، والبسيني البسيني طقم النوم الاحمر ابو ورده اللي انت لبستيه في ليله دخلتنا، فاكراها يا زينب؟ انا في طقمين يا حبيبي ما بنساهمش، طقم الدخله وطقم الكاوتش بتاع العربيه. لا طقم الكاوتش ده فرقع وراح لحاله، خلينا في طقم الدخله. ما تيجي ندور عليه يا زينب. يا راجل ندور على طقم نوم بعد 20 سنه؟ ده تلاقيه طقم صحيان. ده تلاقيه لسه منور جوه الدولاب. بس انت دوري بامانه يا زينب. حاضر، ربنا يعدي الليله دي على خير. طقم يا احمر يا ابو ورده، طقم احمر يا ابو ورده. اهو ايه ده؟ انت جايبين استاره؟ ايه يعني هنقفل الفصل الاول؟ اتفضل واقف كويس يا زينب. حاضر. الاحمر ورده اهو. استنى بقى، بص بقى كده كده مشغل لك اغنيه الورده. ايه رايك؟ وانا بنفل الشعبيه يا زينب. يا زينب ليه بس الليله دي؟ الليله دي باينه من اولها. ايوه ايوه ايوه. خلاص خلاص خلصنا. لقيت لك الورده. ايه رايك كده؟
فول الطاق. اجيب لك كلب بوليسي يشم الورده ويدخل جوه الدولاب يدور على الطاق. كلب ايه؟ بوليسي. انا كلمه البوليس ما اسمعهاش تاني النهارده. موت واعرف بتشتكي من ايه بس يا ابني. مقاس الزيت مظبوط. انا مش عارف يعني زيت ايه. استنى يعني الموضوع بقى. في بك الصرنسيم علق. لا لا المايه لا حول ولا قوه الا بالله. كل ده بسببك يا زينب. مش قادره تشتري الوضع عربيه جديده بدل الهبابه دي. مالها مالها دي عربيتي دي جايبالي 7000 جنيه ومش راضيه بيعها. ده انا ما اشتريهاش ب 7000 بصره. دي بتسبب للواد عذابات 7000 مره في اليوم الواحد. معلش معلش يا مصطفى يا ابني شد حيلك. الحمد لله. عن حضرتك يا ابني. ايه ولد وسخني ولا ايه؟ انا اسف ما خدتش بالي. ماما انا عندي اقتراح صغير قد كده يعني. اذا امكن ان حضرتك تاخدي عربيه حضرتك وتبيعيها وانا اروح الكليه بتاكسي. تاكسي؟ انت عارف التاكسي بكام دلوقتي؟ وبعدين ابن زينب الشلقاني المعيد المحترم يروح من غير عربيه كليته؟ هو دي عربيه يا ست هانم؟ امال ايه؟ سبرتايا؟ في ناموسه بتزن على خراب عيشها. يلا يا ابني يلا افتح العربيه بسرعه. انت جبت لي سندوتش ولا حاجه معاك وانت جايه؟ يو يا عويس انت ما بتشبعش يا اخويا ابدا. اهدى بنت بدري. ايه اللي انت لابسه ده؟ جبت الفستان ده منين؟ ست هانم بعتهولي. ايوه وخصمت ثمنه من مرتبها. قالت لي انه جالها هديه وذوقه مش عاجبها. يا ريت يا فؤاد بتشوف حد يشتريه. قال ذوقه مش عاجبني. حتى انت يا بدريه. خالد الهانم قررت انك تسافر معاها العين السخنه. اسافر اعمل ايه في العين السخنه؟ تعمل ايه؟ هو انت مش موظف في الشركه اللي بتملك القريه؟ وهم كل الموظفين اللي في الشركه مسافرين؟ لا طبعا الموظفين المرضى عنهم بس. حضرتك خليت زينب هانم تاخدني معاها السفريه دي. يا سلام ومالك يا اخويا زعلان قوي كده؟ زي ما اكون خليتها تدي لك علقه. حضرتك بتفكر في حاجه ومخبيها عني. بيني وبينك انا عرفت انها ناويه تعينك مدير تسويق القريه السياحيه. يعني هقعد هناك في العين السخنه؟ لا طبعا بس مرتبك والحوافز هيزيدوا. اذا كان كده معلش انت عارف انا ما اقدرش استغنى عن القاهره. اه طبعا عارف ما تقدرش تستغنى عن شله النادي التافهه اللي مضيعه وقتك وبرستيجك. بابا لو سمحت ما تتريقش على اصدقائي بالشكل ده. ماشي ماشي عموما المنصب الجديد هيخليك تنشغل عنهم. بس انا مش مستعد لسفريه العين السخنه. يا سيدي هاخد لك اذن ساعه. روح البيت هات بيجامه وغيار وشبشب. ايه ده؟ فين الورد الاحمر في المدخل مش موجود ليه؟ انا منبه على الجناين يجيب الورد قبل ما سعادتك تيجي. عموما زمانه جاي في الميكروباص. ايوه 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 مسك الليل مش شماه مش شماه. مسك الليل بينبه النهار سعادتك. ينبه النهار ويسيب شغله. مفيش نظام مفيش نظام. حتى النخل هينور بالليل ولا لا؟ ما هو سعادتك ما اديتنيش ادفع الفاتوره. ايه ده ايه ده انت كل حاجه ازيك يا سالم؟ ايه ده يا حماده؟ حماده ده ايه؟ انزل ولا ايه؟ انزل انزل مش انت انت اللي تنزل يا حماده. طب انزل دلوقتي يا حماده ودي لي الخراطيم المكتب. ايه ايه ده يا سالم؟ ما اخدوا علينا ويركب مع السياح. الطاقيه اللي انت لابسها. اتفضلي يا زينب هانم. اتفضلي انت. اتفضل. ويلكم ان ايجيبت. ويلكمن ويلكمن ان ايجيبت. ايه دي يا سالم؟ نعم بقول لهم ايه؟ برحب بيهم بقول لهم اهلا وسهلا بالالماني. وده اللي انت فالح فيه. كفايه عوض اللي جبتهولي. صدقيني يا هانم انا ما كنتش اعرف ان عوض ده ابن ابو سعادتك. اه الحمد لله انه مش شبهي. عموما انسى الموضوع ده خالص. اعتبري نفسك ما سمعتهوش ما شفتهوش. ومن بكره نشوف مهندس ثاني غيره. اسمع يا سالم. أيوة. انا الناس عندي نوعين، نوع ما احبش اعرفه ونوع مضطر اعرفه. انت بتكتب ايه؟ اللي مضطر تعرفيهم يعني. انت انت انا انت شايف انه ممكن ينفعنا عوض؟ هو من ناحيه ينفعنا ممكن ينفعنا فعلا. خلاص عينه. عينه؟ ايوه 3 شهور تحت التعذيب، قصدي تحت التمرين باجر فهمي. مين فهمي ده يا هانم؟ مش في اجر رمزي؟ ايوه فهمي ده اللي اقل منه. الهانم مضت عقد تشغيل القرية عادل لسه دلوقتي.
هيبقى اهي معاك اهي. اتفضل. هو عادل وصلت الحاجة؟ يعني ايه مش قادر تلاقيه؟ هي لندن كلها قد ايه؟ دول شارعين في امبابة يا ابني. ادخل كل بيت، خبط على كل شقة، اعمل نفسك بتبيع منتجات صينية، بتاع لبن، شحات، هيصدقوك برضو. هو انا ايه؟ كل حاجة لازم اعملها بنفسي؟ معلش انا اسف جدا يا جماعة، هعطلكم عن الفيلم 5 دقايق. الحقيقة عندي خبر مهم جدا. خبر ايه؟ الخبر ده الحقيقة بيتكون من 3 اجزاء، وكل جزء محتاج تركيز واعصاب حديد. خبر ده ولا مسلسل؟ لو سمحت يا بابا مش عايزين تريقة في الموضوع ده، لان كل جزء في الخبر ده محتاج تركيز شديد جدا. يعني نقوم نعمل له كوباية شاي مخصوص؟ لا مش للدرجات يا ماما. طيب يا سيدي اتفضل بقى اتحفنا بالجزء الاول من الخبر ابو تركيز بتاعك ده. الجزء الاول ان انا من كام يوم قدمت على وظيفة محترمة جدا 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 في شركة سياحة ومقاولات وتجارة محترمة جدا 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 برضك. هي ايه اللي محترمة جدا جدا دي؟ اسمها ايه الشركة دي؟ ما هو ده الجزء التاني بقى من الخبر واللي محتاج تركيز واعصاب حديد. ايه دي؟ فزورة دي ولا ايه؟ الشركة اللي انا قدمت فيها تبقى شركة عمتي زينب. ايه اللي خلاك تعمل كده؟ دلوقتي زينب تفتكر ان انا اللي بعتك ليها؟ لا اطمن، هي عارفة ان انا روحت لها من وراك. ايوه زمانها فهمت ان انت ما انتش عامل لي اي اعتبار. يا راعي محمودة، ولا كده عاجب ولا كده عاجب؟ استنى بس يا محمودة اما نعرف الجزء التالت. هو لسه مزقش لغاية دلوقتي؟ شفت بقى عشان انت مش مركز الاجزاء كلها دخلت في بعضيها. اتكلم على طول، عايز اعرف الخبر ده هيرسي على ايه؟ باذن الله على النهاية السعيدة اللي كلنا مستنيينها. عمتي وافقت ان انا اتعين في شركتها. مش معقول. ومش معقول ليه؟ هو عوض قليل؟ وبعدين زينب طيبة. ايوه بس هي مخصمان وحطاني في دماغها. ما يمكن اتحججت بيا عشان عايزك تصالحها. لا مش هصالحها. بقالك 20 سنة يا هانم ما شفتيش ابنك، وجاية دلوقتي مرهوفة عليه كأنه ضاع منك من 2 يومين بس. بكرة لما خالد ابنك يضيع وتجيلك المساكة هتقدر مشاعري. ربنا يخليلك فريدة يا مصطفى. يعني ايه؟ ابطل ادور على احمد؟ انا ما قلتش كده. احمد لازم يرجع ويتمتع بكل اللي عملته له هو واخواته. ايوه بس اللي عرفته منك ان ابوه غني ويمكن يكون اغنى منك دلوقتي، يعني احمد مش محتاج لفلوسك. قصدك ايه؟ قصدي يعني ان عقده الذنب اللي جواكي تجاه احمد ملهاش اي مبرر. لا ليه؟ انا لو ما كنتش طلبت الطلاق من نبيل ما كانش احمد ضاع مني، كان زمانه في حضني دلوقتي. ايوه بس لو كنت استمريتي معاه وتنزلت عن كرامتك ما كانش ينفع، وخصوصا لما عرفت انه متجوز عليكي. انا كنت بشوف خيانته بعناية كل يوم واضحك على نفسي واقول بكره يعقل. كنت بعمل كل ده علشان احافظ على بيتي، احافظ على بيت احمد ومصطفى اللي كان لسه في بطني. ياه لو كنت جيت على نفسي شوية وعلى كرامتي واستمريت. لو كنت استمريتي كنت هتعيشي مع انت والأولاد في جحيم، لكن أهو الحمد لله أديكي بدأت حياتك تاني من جديد واتجوزت فؤاد بيه وبقيت زينب هانم الشلقاني. يعني ايه زينب الشلقاني؟ ما تشوفش ابنها تاني؟ أنا واثق إن انت هتشوفيه قريب، لكن للأسف لحظات الانتظار الجنون اللي انت عايشاها هتأثر على حالتك الصحية. طب والعمل يا سالم؟ ايه بتعمل ايه؟ لحظة واحدة. ايه ده؟ شايفة زينب هانم الطوبة عملت ايه في المية؟ عملت ايه؟ عملت بولولوم. وانا مالي انا تعمل بولولوم؟ انت تبلت ولا ايه؟ انت كمان يا زينب هانم محتاجة تعملي بولولوم. حياتك محتاجة تغيير لأنها عاملة زي المية الراكدة. أنت محتاجة طوبة. إيه؟ ليه شايفني بتهز ولا إيه؟ لا عفوا، يعني قصدي أنت محتاجة حدث مهم في حياتك، هدف تبقى عايش عشانه. مش هتفضلي طول عمرك مستنية أحمد لما يرجع. فؤاد
بينا. الله 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 الله، في ايه هذا صلاح؟ ايه ده؟ انت عامل حفلة خطوبة صامتة؟ خطوبة سكتي؟ فين الشربات؟ فين المعازيم؟ فين الزغاريد؟ فين اعملي له حلة محشي ينزل فيها ما يطلعش؟ والحاجات الفريحة الحلوة دي؟ في ايه يا ولد؟ طمني. مش تسألني فين العروسة أصلا؟ آخ، اوعوا تكونوا اتخانقتوا في ليلتكوا دي. قال ايه؟ كفايه ان هي وافقت ان انا اعمل خطوبه في البيت، عايزه تعمل الفرح في فندق 5 نجوم ويكون على النيل. وهو انتوا فين والفرح فين يا ابني؟ انا عارف. وبعدين انت بتقول لي انا؟ ما تقول لها هي. وانا اجيبها منين دلوقتي عشان اقول لها؟ جاتك البلد. انت طول عمرك دماغك ناشفه يا صلاح، مش عارف امتى هتغير طبعك ده بقى. يا ولد مش كنت تسايس امورك لغايه ما الليله الحلوه دي تعدي على خير؟ وبعدين فيها ايه يعني يا اخي لما تعمل لها الفرح اللي هي عايزاه؟ 5 نجوم في 10 نجوم، هو انت فقير يا ولد؟ مش مساله فلوس يا فؤاد. انا لو قدمت تنازلات من دلوقتي هقعد اتنازل طول عمري. امال فين زينب والاولاد؟ زينب راحت العين السخنه وصممت انها تاخد الولاد معاها. ازاي يعني ما يحضروش خطوبتي؟ وهي فين خطوبتك دي عشان يحضروها؟ ما انت بوظتها وخلاص. يا صلاح يا ابني حرام عليك، دي 5 مرة تخطب فيها وتفسخ، تخطب وتفسخ، تخطب وتفسخ، زي ما تكون بتخطب عشان تفسخ. يا ابني معقوله اللي انت بتعمله ده؟ معقوله في السن ده ولسه ما دخلتش دنيا لغايه دلوقتي؟ انا خايف عليك لا تخرج من غير ما تدخل. هو انا عايز اخش اي دنيا وخلاص؟ لا انا عايز اخش دنيا صحيح بس اللي على مزاجي. على فين يا اساتذه؟ هنا. انت كمان هنا؟ فرمان صدر من زينب هانم في اخر لحظه، وانتوا عارفين انا شغال معاها وما اقدرش اكسر كلامها. طبعا اذنك بقى عشان نروح نتعشى معاها لو ضربنا. لا استنى استنى، اتفضلي يا فريده. اقعد يا مصطفى. انا كنت قاعد معاهم ووزعوني في اخر لحظه، بس بالليل هستفسر من بابا ايه الكلام الخطير اللي عملوا له عشا عمل ده يعني. كان لازم عشا يعني؟ نقضيها جبن وخلاص. لا انت اكيد بتفكري في الطوبه. طوبه ايه يا سامي؟ الحدث. الحدث اللي هيغير حياتك الراكده. انا خلاص لقيت الطوبه. فين؟ اهي. في حد يقول على ابنه طوبه؟ طب وده هيترمي ازاي؟ لا انا ما اقصدش خالد ابني، انا اقصد ان هو ده الحدث اللي احنا محتاجينه. وشوف الفال الحلو، شايفه مسيكه الفرح اللي احنا سامعينها ماشيه بالظبط مع حاله الانسجام اللي عايش فيها خالد مع فريده. انت لسه عايز تناسبني؟ يا ريت يا زينب هانم. في الحقيقه خالد مرتبط عاطفيا ارتباط شديد مع فريده، وانا خايف يكلمها في حاجه تصدمه يجي له حاله نفسيه. خلاص نبقى نعرضه على دكتور نفساني. وليه ما نعرضهمش هما الاثنين على مأذون؟ انت عارف انا بحب الطوبه قد ايه، قصدي خالد قد ايه، ومش هلاقي الفريده عريس احسن منه. بس انت عارف ان فريده عندها امتحانات. احنا نقرا الفاتحه قبل الامتحانات، وبالشكل ده يبقى شغلنا تفكيرك. لو سمحت لف لي بس الكوي. تحت امر سعادتك يا فندم. وده كمان. حد اللي على السلامة، الفيلا كانت مظلمة من غيركم، بس العين السخنة أكيد نورت بيكم. ازيك يا عويس؟ والله مش فارقة كتير، أدينا بنتشال من هنا نتحط هنا. أنا مش فاهم حاجة. كويس إنك مش فاهم حاجة. أكيد الرحلة ما كانتش في الياس. محروس، عد عليا الساعة 8. إيه ده؟ إيه البلاكسي ده؟ أنت نايم وعينيك مفتحة؟ أعمل إيه يا ست هانم؟ أنا بقالي 24 ساعة سايق واخد السكة قياسة. طب الحمد لله إن ما عملناش حادثة مقدما. الست بتقول لك عدي عليها الساعة 9 الصبح. أنت ودانك مقدمة ساعة أنت كمان؟ إيه الخيبة اللي إحنا فيها دي؟ قلت الساعة 8. حاضر. Thank you.
زينب الحمد لله على السلامة يا حبيبتي، الحمد لله على السلامة. حكوب بعمل ايه؟ ده انا قاعد اصلا رجعت من الشغل يعني، وبعدين كنت مبسوطين في العين السخنة، كان نفسي اكون معاكم، بس ما انت عارفة الظروف ما اقدرش اسيب الشركة لوحدها ابدا. تقول لي انت جيت امتى؟ من نص ساعة بس، شغل كان كتير أول النهاردة، بس الحمد لله كنت عند حسن ظنك ونفذت كل اللي اتفقنا عليه. نفذت كل اللي اتفقنا عليه؟ آخر مرة قلت لي الكلمة دي أعلنت إفلاسي، ربنا يستر. ده أنت الإفلاس ما يقدرش يهوب ناحيتك يا بنت الشلقاني. أنت مالك عامل كده؟ كلى تعبك؟ لا، ده أنا تمام، تمام أوي، ده أنا عامل لك مفاجأة. الوردة الحمراء نزلت السوق لفيت ومول مول لغايه ما لقيت الطاق اللي يمشي معاه. ايه ده؟ مول مول؟ لو تمنه اكتر من 20 جنيه هبيعه، انا مش فاضيه للكلام التافه ده. كلام تافه؟ ماشي يا زينب، عندك حق. انت جايه من العين السخنه تعبانه ولازم تنامي. فؤاد. نعم. انا عايزاك بجد من غير الطاق، انا عايزاك في الموضوع مهم جدا. الحمد لله على السلامه يا بابا. الله يسلمك يا بنتي. ايه، احضر لك العشاء؟ لا، ده انا عايز اتعشى نوم، عايز اتعشى نوم. ايه ده للدرجه دي تعبان؟ وانا خربان والمكسر والتعبان، ده انا جايب زيت. معقول يا بابا كل ده من مشوار العين السخنة؟ هو العين السخنة بس، ده انا جيت مصر ورددت للعين السخنة يجي 11 مرة. معقولة كل ده في يوم واحد؟ زينب هانم اما كانت بتكح في العين السخنة كانت بتبعتني مصر اجيب لها مناديل ورق من الشركة. وبقيت علي هنا، انت ايش عرفك ان انا كنت في العين السخنة؟ ايه يا بابا؟ انت ناسي ان فريدة بنت زينب هانم تبقى زميلتي في الكلية؟ طب بالامارة بقى كمان كانت عايزة تاخدها النهاردة العين السخنة غصب عنها. بلاش غصب عنها دي، بلاش نتكلم في السياسة. يا سلام، للدرجة دي خايف منها؟ ومين ما بيخافش من زينب هانم؟ ده جوزها اللي اسمه جوزها اول ما بتنده عليه بيبقى وشه مليون لون. ايوه يا عوض، ما عندكش فكرة النهاردة اليوم كان دمه تقيل قد ايه. ايوه قريه حلوه، بس انت عارف انا ما بحبش اعمل حاجه غصب عني. عوض هكلمك تاني تاني، هكلمك تاني بعدين. باي باي. مساء الخير يا فادي. مساء الخير يا بابا. اقعدي اقعدي. شكلك كده عاوز تقول حاجه. والله ما انا عارف اقول لك ايه يا بنتي. ماما رفضت تعيين عوض في الشركه؟ لا بالعكس، عينته بس تحت التمرين. الله، ده احلى خبر في الدنيا لما بلغه. استني استني يا فريده، حط الموبايل ده تبلغيه. ايه بس؟ ما هو في خبر تاني بس للاسف مش حلو زي الاولاني. خير يا بابا؟ مامتك جايبه لك عريس. عريس غير عوض؟ خالد ابن سالم الضمنهوري. مش ممكن. اهو اللي امكن بقى، أمك شايفة إن ابن الضمنهوري ده عريس نقطة. خالد مش وحش بس أنا ما بحبوش، وبعدين ليه حضرتك ما قلتلهاش إني بحب عوض ومتفقين على الجواز؟ ما هو أنا لو قلت لها حاجة زي دي هتعند وتركب دماغها أكتر وأكتر. خلاص يبقى أنا هقول لها. لا لا لا، تعالي تعالي يا حبيبتي، لازم نفكر كويس قبل ما نتصرف أي تصرف نندم عليه بعد كده. ما أنا لو سبت عوض هندم طول عمري. اسمعي يا فري، انا هقول لها ان انت رافضه خالد، بس مش هقول لها انك رافضاه بسبب عوض، لان امك لو عرفت الحقيقه ممكن ترفض عوض من الشركه قبل ما تعينه. مش ممكن يا ماجي، مش هقدر اقلل سعر التذكره عن 150 جنيه. انت عارفه في كام واحد جايين يغنوا في الحفله دي؟ على فكره بقى السنه دي بالذات جاي عليا بخساره. ايوه يا ماجي زي ما بقولك كده. كفايه بقالك ساعتين بتتكلم على الموبايل. بص اصحابك دول لو ما جابوش الفلوس بكره انا حد تذاكر لناس تانيه.
سلام. انت مش هتبطل بقى الحفلات اللي انت بتعملها دي؟ يا بابا دي حفلة من سنة للسنة، وبعدين محتاجة شغل كتير. شغل؟ انت بتسمي لعب العيال اللي بتعمله ده شغل؟ انا بيطلع لي في الحفلة دي لوحدها اكتر من 40,000 جنيه، يعني قد مرتبي عند زينب هانم سنة بحالها بالحوافز والمكافآت. عموما يا سيدي مبروك، الشركة كلها هتبقى بتاعتك. زينب هانم الشلقاني وافقت على خطوبتك لفريدة. فريدة؟ حلم حياتي، وان شاء الله يتحقق عن قريب. بس دي مش التيب بتاعي. الايه؟ التيب ايه يا اخويا اللي بتتكلم عنه؟ بصراحة دمها تقيل قوي على قلبي. اسكت اسكت اسكت، ياكش انت ما تكونش اللي دمك تقيل على قلبها. ده انا جايبها لك بيضة مقشرة يا ولا، عاوزك تبدا حياتك كبير، ما تبداش زيي. 15 سنة في خدمة الهانم، تقدر تقول لي خدت ايه في اخرتها؟ بقيت مدير عام الشركة. طز، ويعني 200,000-300,000 جنيه في السنة، وزينب هانم ملايينها بتولد ملايين، وكله بعرقي ومجهودي. حضرتك متأكد ان فريدة هتوافق على الخطوبة دي؟ مدام زينب الشلقاني قالت ايوه، مفيش حد في الدنيا يقدر يقول لا. لا يا ماما، انا مش عايزة اتجوز خالد. ايه السبب؟ ولا غتاتة وخلاص؟ يعني بصراحة ما بفكرش في الجواز دلوقتي. مفيش بنت في الدنيا ما بتفكرش في الجواز. خلاص فكر. ها فكرتي؟ حتى لو فكرت، خالد مش هو الانسان اللي انا احلم ان انا اتجوزه. اتجوزي خالد وبعدين احلمي بيه، ولا في فارس احلام تاني وانا مش دريانة؟ مفيش حد معين. خلاص احنا مش مستعجلين، اتخطبوا وقعدوا زقزقوا كده لغاية ما تتعرفوا على بعض. يا ماما الحب ما بيجيش بالمعرفة، الحب ده احساس، وانا عمري ما حسيت اني ممكن احب خالد. حب؟ تعرف انت ايه عن الحب يا نغم؟ ما انا هو حبيت نبيل ابو احمد ومصطفى، حديت الدنيا عشان سافرت واتغربت، بنيت قصور في الهوى كلها وقعت على دماغي، وبعد فوات الاوان قلت اي. يبقى انتوا ما كنتوش بتحبوا بعض. برافو عليكي، قلت لها كل الكلام ده؟ انا ما قلتش غير نص الحقيقه، ما قدرتش اقولها الحقيقه كلها. يكفي انك قلت لها لا، حرفين بقالي اكتر من 20 سنه مش قادره اطلعهم. الحرفين دول مش هيحلوا المشكله، انا عارفه ماما كويس، مش هتستريح غير لما تعرف انا رفضت خالد ليه، وحتى لو ما عرفتش برضه هتحاول تجوزوني غصب عني. ما تخافيش يا فريده، انا استحاله اسيبك تتجوزي خالد ده وانت ما بتحبيهوش. انت هتضحك على نفسك، انت مش هتقدر تقف قدام ماما، وبابا كمان مش هيقدر يعمل اي حاجه. عارف ليه؟ ليه يا فلح؟ لان ماما ما بتحبش الهزيمه، طول عمرها بتقول لنا كده. انا اتهزمت مره واحده في حياتي، ومش ممكن اتهزم تاني ابدا. بنتك يا فؤاد في قلبها راجل. ايه هي قالت كده؟ هي ما قالتش، بس انا بفهم الفوله وهي مقفوله. اسمه ايه يا فؤاد؟ هو مين ده؟ الواد اللي بيحبها وضحك عليها وهو طمعان في فلوسي. يعني خلاص يا زينب، بقى في واد وضحك عليها وطمعان في فلوسي؟ في فلوس انا يا فؤاد؟ انا زينب بتاعت الفوله، البنت سرها معاك كله. طيب قولي لنفسك، ما انا لو اعرف حاجه كنت قلتها لك من زمان. ماشي ماشي يا فوقش، هعمل نفسي عبيطه في سوق الهبل وهصدقك. مهمتك بقى يا بطل تعرفي اسمه ايه، اظن مفيش اسهل من كده. هعرف اسمه ايه ازاي اذا ما كانش ليه وجود اصلا؟ امسك الجمله الاخيره دي بالذات، بتاكد لي ان انتوا الاثنين مخبيين عني حاجه. خلاص يا زين انسي الجمله الاخيره دي بالذات. امسك، والجمله اللي قبلها بتاكد لي ان انتوا الاثنين مخبيين عني حاجه. خلاص يا زينب ننسى الكلام خالص ونقفل الموضوع ده دلوقتي. ايه الدهوله اللي انتوا فيها دي؟ ده انتوا محتاجين نظام كمبيوتر على الزيرو من اول وجديد. مش فاهم انا كنتوا شغالين ازاي قبل ما اجيلكم. قول لي يا باشمهندس، انت بتلبس منين بالظبط؟ ميرسي جدا، عجبك طبعا صح؟ اجونس دي دات، ارقى بيوت الازياء العالميه. ارقى بيوت الازياء؟ دي عشوائيات. ايه خفه ولا ايه؟ ايه 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 بالايه في ايه؟ نصيحه مني يا باشمهندس،
انت شغال في شركة محترمة ولازم تلبس هدوم محترمة، خصوصا وان عمة حضرتك صاحبة الشركة. على فكرة انا متأكد ان انا هفيد صاحبة الشركة بمخي اكتر ما هيفيدها بقية موظفين الشركة اللي زي حضرتك بهدومهم. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. صباح النور يا فندم. اهلا وسهلا. زينب هانم عاوزاك في مكتبها. مش باللبس خالص. انا مش فاهم يا بابا، حضرتك ليه خليت البني ادم ده يقعد معايا في نفس المكتب؟ ده قرار زينب هانم وانا ما اقدرش اراجعها في قرارها، وبعدين زي ما انت عارف ده ابن اخوها. مش قادر استحمله يا بابا، مش قادر. ما تخافش، هي كمان مش هتقدر تستحمله. وعلى الطرف الثاني القيام بكل الاعمال التي يوكلها اليه الطرف الاول بما فيها الاعمال الاضافيه التي يراها الاول ضروريه دون اجر اضافي. كده انا جهزت المصيده، مش فاضل غير على التوقيع، واقول له خش برجلك اليمين يا وحيد. ادخل. صباح الخير. صباح الفل. الاستاذ سالم قال لي ان حضرتك عايزاني. ايوه ايوه، امضي العقد ده يلا. ميرسي ميرسي. اتفضل القلم. اشكرك. انت هتقرا ولا ايه؟ انت هتقرا. امضي على طول. امضي امضي. ايوه ايوه. برافو. اقعد 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 اقعد. اتفضل اتفضل اتفضل. ابوك يعني ما جاش يشكرني ان عينتك؟ انا لو اعرف ان حضرتك عينتيني عشان بابا يشكرك انا كنت خليته يكلم حضرتك قبل ما تعين اساسا. ورث منه جينات اللماضه. ده بابا زعل اساسا ان انا اشتغلت في الشركه هنا. وجينات الجلياطه وقله الذوق. انا هخلي بابا اول ما اروح تروح. الملف ده فيه كل تفاصيل برنامج الكمبيوتر اللي احنا محتاجينه لتطوير الشركه. صدقي فعلا انا طول ما انا ماشي في الشركه بكعبل في ملفاتي يا عمتي. ما تقولش عمتي، انا كنت في كي جي 1 لما انت طلعت للحياه. ايوه، ولما انا كنت في كي جي 1 حضرتك كنت في ابتدائيه، وبعدين حضرتك اخت بابا، ما ينفعش اقول لك يا خالتي مثلا. ما حدش سالك، خلاص تابع مع شركه ماجيك تك تفاصيل البرنامج وخليهم يخلصوها في اسرع وقت. وايش معنى يعني ماجيك تك؟ ايش معنى دي؟ دي اكبر شركه في البلد يا ابني. ايوه، واغلى شركه في البلد، وانا عرفت من الاستاذ سالم انهم هياخدوا 50,000 جنيه قصاد الموضوع ده. وانت مالك؟ بتدفع حاجه من جيب بابا الباشا؟ واللي يخلص لك الموضوع ده ب 10,000 بس. 10,000؟ ولا انا فلوسي زي ولادي، ما احبهمش يباتوا بره، لحسن لو باتوا بره ما يرجعوش تاني. تتضايقي حضرتك انك توفري 40,000 جنيه؟ شركه ايه دي؟ شركة صغيرة بتاعت مجموعة من صحابي مهندسين كمبيوتر وهيلين سابقني في الكلية بكذا دفعة. صحابك؟ عايز تجامل صحابك على قفايا يا ابن فتحية. ما تدهمش ولا مليم، خدي منهم البرنامج الأول شغليه، اتأكدي بنفسك انه أحسن من ماجيك تيك، وبعدين بيحاسبيهم. قلتي ايه؟ أفكر. بس أنا برضو الشغل عندي هنا في الشركة شرف ومجد، وسلم المجد بيبدأ من تحت السلم. خد يا ابني ابدأ. انا عندك اعتراض؟ اقرا العقد كويس، ده انا مجاملك عشان انا عمتك. مش معقول، ايه النور ده كله؟ اهلا اهلا بعروستنا الحلوه، اتفضلي ماما في المكتب. لا ميرسي يا انكل، انا مش جايه عشان ماما. طب لحظه واحده ابلغ فؤاد بيه، لان عنده اجتماع مهم. انا برضه مش جايه عشان خاطر بابا. غريبه، امال جاي عشان مين؟ مش معقول تكوني جاي عشان انا. ايه ده فريده، ازيك؟ انت قافل موبايلك ليه؟ يا شيخه معقوله؟ ايه ده؟ انا فعلا مقفول، الشركه دي ما فيهاش سيجنال ولا ايه؟ طيب استاذنكم انا عشان عندي شغل مهم. مش هنعرف نتكلم هنا، اول ما نخلص شغلك تكلمني على الموبايل فورا عشان نعرف هنتقابل فين. بس للاسف مش هقدر اكلمك، هرنلك بس او اقولك ابي بعتيلي انت رصيد على الهوا. اهلا اهلا يا استاذ سالم، تعالى اتفضل استريح، عايز ادردش معاك شويه في مساله مهمه. اتفضل اتفضل. الست دي اللي اسمها نادية شكري. ياه، ما تجيبليش سيرتها، دي دماغها ناشفه قوي، مش هجيبها 2500 جنيه في الشهر، ما ان عندي اللي يقبل ب 2000 جنيه ويبوس ايده وشه وظهره.
بس انا في الحقيقه سالم يا اخويا اطلعت على شهادات الخبره بتاعتها ولقيت انها تستحق ال 3000 جنيه اللي هي طالباها. وبعدين انتوا مش كنتوا موافقين في الاول على المبلغ؟ ما هو زينب هانم هي اللي خفضت المرتب. طب ما هو البركه في ربنا وفيك برضو، وحاول تقنع زينب هانم ترجع المرتب زي الاول. طب ما تقنعها انت سعادتك. لا لا سامحني، خليني انا بعيد احسن. لباص الو. ايوه ده انا كنت لسه بتكلم في نفس الموضوع. لا 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 ما تقلقيش خالص، ان شاء الله هتتحل. لا ارجوك ارجوكي انا ما يخلصنيش زعلك ابدا. يرضيك كده برضو يا فؤاد بيه؟ اقول لهم عايز ال 3000 جنيه يحددوني ان هم هيجيبوا واحده تانية؟ هو الكلام برضو مش اخد وعطا ولا هي صلبطه وخلاص؟ غصب عني. شوف دلوقتي الدولار بقى بكام. اوكي يا فؤاد بيه انا هشتغل ببلاش عشان خاطرك. اتفقنا، مستنيه تليفونك. باي.